وفي مثل هذا اليوم من سنة 75 للهجرة، الموافقة للعام 91 و700 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج المغرب خبر وفاة صالح بن طريف البرغواطي، أحد مدعي النبوة من قبيلة برغواطة من أهل تامسناع بالمغرب الأقصى. أوجد صالح لأتباعه دينا جديدا، كما أنشأ كتابا سماه قرآنا في 80 سورة، زعم أنه أوحي به إليه. انقطعت أخباره في هذه السنة وتولى مكانه ابنه إلياس. ذكر حجاج بغداد خبر وفاة الشاعر نصيب الأصغر، شاعر مجيد من الموالي السود من بادية اليمامة، لقب بنصيب الأصغر للتمييز بينه وبين نصيب مولى بني مروان. عرض على الخليفة المهدي العباسي قبل أن يلي الخلافة فاستنشده فقرأ عليه من شعره فأعجب به وقال: والله ما هو بدون نصيب مولى بني مروان. ومن شعره قوله: طرب الفؤاد ولا تحين تطربي، إن الموكل بالصبا لتروب، وتقول مية مال مثلك والصبا، واللون أسود حالكم غربيب. وذكر حجاج الأندلس خبر القضاء على تمرد مطروح بن سليمان الكلبي. سكن الأندلس مع أبيه في أيام الأمير عبد الرحمن الداخلي الأموي. بعد وفاة عبد الرحمن وتولي ابنه هشام، خرج مطروح عليه بمدينة برشلونة، وخرج معه جمع كثير، فملك مدن سرقسطة وشقة، وتغلب على كامل المنطقة وقام مستقلا بسرقسطة. كان الأمير هشام مشغولا عنه بتمرد أخويه سليمان وعبد الله، فلما فرغ منهما انتدب لقتاله قائد جيشه عبيد الله بن عثمان، فقصده عبيد الله واحتل ترسونة وحاصر سرقسطة وضيق عليها حتى ضج أهلها. وبينما كان مطروح يتصيد في أحدى ضواحي المدينة، ابتعد عن رجاله ومعه رجلان فقط، فوثبا عليه وقتلا غيلة وحملا رأسه إلى ابن عثمان في ترسونة، ثم أرسل رأس مطروح إلى الأمير هشام. وذكر حجاج خراسان خبر تمرد حسين الخارجي من موالي قيس بن ثعلبة من أهالي أوق، تمرد على الدولة العباسية فتبعه خلق كثير، وكان نائب العباسيين على سجستان عثمان بن عمارة، فأرسل جيشا لقتاله فهزمهم حسين، ثم دخل خراسان وقصد باذغيس وبوشنيج وهرات. كتب الخليفة هارون رشيد العباسي إلى خاله وعمله على خراسان في طلب حسين، فسير إليه الغطريف القائد داود بن يزيد في 12,000 مقاتل، فلقيهم حسين وهزمهم وقتل منهم خلقا كثيرا، ثم سار في خراسان وقوي أمره، فشكل خروجه تحديا كبيرا للخلافة العباسية. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 1570 الموافقة لسنة 1300 ميلادية خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في غرناطة بالأندلس كانت إمارة بني نصر وعليها الغالب بالله آل نصر. في المغرب العربي كانت دولة بني زيان عبد الواد وعليها أبو حمو موسى الأول بن عثمان الزياني، ودولة بني مرين وعليها عثمان الثاني بن يعقوب المريني. وفي تونس كانت دولة بني حفص وعليها اللحياني زكريا الحفصي. في الأناضول كانت الإمارة العثمانية وعليها عثمان الأول بن أرطغرل التركماني. دولة إلخانات فارس بنو هولاكو المغول وعليها أولجالتو خربندا تتاري، وكان الخاقانيون في أذربيجان وعليها فرغزاد الثاني الخاقاني. في اليمن كانت دولة بني رسول وعليها المؤيد هزبل الدين الرسولي، وكانت دولة المماليك البحرية في مصر والشام وعليها الناصر محمد بن المنصور قلاوون الألفي. دولة المماليك في سنة 79 للهجرة تزايدت الضغوط على السلطان ركن الدين بيبارس، فتنازل السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي تولى للمرة الثالثة وكان عمره 25 عاما. وفي عهده الثالث بلغت دولة المماليك أوج عظمتها وقوتها، فسيطرت على الحجاز وخطب للسلطان في تونس وليبيا، وتمت مهاناة دولة إلخانية فارس.
بعد أن آل حكمها للسلطان أبي سعيد بهادر خان، وتم إخضاع أرمينيا بعد عدة حملات. أما بيزنطة والدول الغربية فكانت العلاقات معهم ودية. كانت وفاة الناصر محمد إذاناً ببدء انهيار دولة المماليك البحرية، إذ توالى على الحكم 12 سلطاناً، كان أولهم الملك المنصور سيف الدين بن الناصر. وتميزت تلك الحقبة بتولي سلاطين صغار السن واحتدام الصراعات بين الأمراء. ثم تولى الأشرف شعبان سنة 64 و700 للهجرة، وفي عهد إقامة ملك قبرص بطرس لوزينيان بغزو الإسكندرية بأسطول ضخم، وأمعن فيها القتل والتدمير ثم انسحب عنها. فتوترت العلاقة بين المماليك والصليبيين إلى أن تم عقد معاهدة صلح بين الطرفين، كما تم القضاء نهائياً على مملكة الأرمن سنة 76 و700 للهجرة. وفي سنة 83 و700 للهجرة برز اسم الأمير برقو الذي كان يترأس مماليك الجراكسة، قام بخلع آخر سلاطين أسرة قلاوون الصالح حاجي وتولى السلطنة. وبتولي برقوق انتهت دولة المماليك البحرية، وبدأت دولة المماليك البرجية الذين عرفوا بالمماليك الشراكسة. وفي مثل هذا اليوم من سنة 18 و400 للهجرة الموافقة للعام 97 و900 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وفاة المسرحي سعد الله والنوس. ولد في قرية حسين البحر بطرطوس في سوريا، ثم درس الصحافة في القاهرة وكتب في مجلة الآداب. سافر إلى باريس ليدرس فن المسرح، وبعد عودته نظم مهرجان المسرح الأول في دمشق، وساهم في إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، كما أصدر مجلة حياة المسرح وعمل رئيساً لتحريرها. كان أول مسرحي عربي يقوم بكتابة الرسالة الدولية في اليوم العالمي للمسرح سنة 16 و400 للهجرة. ترك جملة من الأعمال المسرحية الهامة، منها حفلة سمر من أجل 5 حزيران، الفيل يا ملك الزمان، مغامرة رأس المملوك جابر، سهرة مع أبي خليل القباني، الملك هو الملك، وغيرها الكثير. توفي عن عمر نهز 56 عاما. وفاة الرئيس السوري مأمون الكزبري. سياسي سوري من مدينة دمشق، ولد سنة 32 و300 للهجرة. نال شهادة الدكتوراه بالحقوق من جامعة ليون الفرنسية، وألف العديد من الكتب في القانون. عمل في المحاماة وأصبح نقيب المحامين، تولى عدداً من المناصب الوزارية، وكان عضواً في المجلس النيابي السوري. كان في الوفد السوري الذي ذهب إلى القاهرة لإقامة الوحدة مع مصر. بعد الانفصال انتخبه المجلس النيابي رئيساً مؤقتاً للجمهورية العربية السورية. بعد سنة 82 و300 للهجرة رحل إلى فرنسا، ومنها إلى المغرب، حيث عمل أستاذاً بجامعة الرباط. توفي في بيروت عن عمر نهز 82 سنة.